الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علة في نهيه عن ضرب هذا الخادم الذي وهبه لعلي، ولم يذكر هذا في الخادم الآخر الذي وهبه لأبي ذر. ما هي العلة؟ قال: فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علة في منع ضرب هذا الغلام، في ضرب هذا الغلام، وهذا يدلنا على أن المصلي في أمان الله وفي ذمة الله وفي ضمان الله وفي عهد الله. وقد جاء من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. وهذا يدلنا على خطورة أذية أهل الصلاة، لا سيما الذين يشهدون صلاة الصبح. فمن صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وفي ضمان الله، في عهد الله وفي ضمان الله. ومن كان مواظبا على الصلاة حريصا عليها فإنه لا يعتدى عليه، وأنه يعفى عنه خطأه، فإذا أخطأ يتسامح في هذا إكراما لهذه الصلاة التي يصليه. ولذلك الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والله جل وعلا أمر بها في القرآن كثيرا، بل أمر بها أنبياء الله عز وجل، أمروا بالصلاة، وأمر الله أنبياءه بإقامة الصلاة. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بني الإسلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إقام الصلاة، هذه الركن الثاني من أركان الإسلام. وفي الترمذي من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة، يعني عمود الإسلام الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى علي عن ضرب هذا الغلام، قال: فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، عن ضرب أهل الصلاة. وهذا الضرب لأهل الصلاة بغير حق، أما إذا كان بحق فإنه مشروع، كمصل يشرب الخمر فإنه يجلد عند السلطان وعند الحاكم، يقام عليه الحد. فقد جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وقد شرب الخمر، فضربه الحد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل هذا من أهل الصلاة. ولذلك لا بد من هذا الاستثناء، أن يكون الضرب بغير حق، أما إذا كان بحق فيضرب. وهذا الرجل أتي به مرات يجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لعنه رجل قال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعن الشيطان على أخيك، قال: لا تعن الشيطان على أخيك. كذلك فيما يتعلق ببقية الحدود مثلا، هذا مما هو مأذون فيه. أما الضرب بغير وجه حق أو الضرب المباشر إذا كان للعفو مجال، إذا كان للعفو مجال، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يطمع في هذا، يقول: والله أنا مصلي لا أحد يعتدي علي، لا، إنما يتنبه لهذا، أن يكون بحق، أن يكون بحق.